في حصة جديدة في إطار علوم حياة الأرض. حصة اليوم غادي تناولوا الدسمة قبل الأخير في الجيولوجي، التحول وعلاقته بدينامية الصفائح. إذن أش اللي تهمنا نعرفه في هذا الدرس؟ هذا تهمنا أولا نعرفه هذا المصطلح التحول، التعريف ديالو، شنو هو التحول، شنو مقصود به، ثم كذلك أش تميز هذه الظاهرة عن ظاهرة الترسب وعن ظاهرة الانصهار. بمعنى أش اللي غادي يميز لنا الصخور المتحولة عن الصخور المنصهرة أو الصخور الرسوبية، ثم العوامل المسؤولة عن التحول، ثم عندنا كذلك في العنوان علاقته بدينامية الصفائح. بمعنى في كل منطقة من المناطق النشيطة اللي شفنا، سواء مناطق التمر أو الاصطدام، أشنا هي نوعية التحول اللي غادي نلقاو. إذا نبداو الدرس ديالنا بتعريف التحول. إذا بغينا هذا التعريف هذا، راه ممكن نخرجوه انطلاقا من هذا المصطلح تحول. شنو هو التحول؟ هو التغيير. تحول تنقولوا في الدرجه، تحول تبدل تغير. اذا اش اللي غادي يتغير؟ الصخور تتغير. هاد الصخور اش اللي غادي يتغير؟ الا بغات تغير الصخره غادي يتغيروا المعادن ديالها وغادي يتغير الشكل ديالها. اذا نتحدث عن تغيير يهم البنيه ويهم ماذا؟ التركيب العيداني للصخره. إذا قلنا التحول تهم البنية ديال الصخرة وكذلك المعادن. هذا التحول يطرأ والصخرة في حالة صلبة، لأنه إذا وصلت لمرحلة الانصهار غادي نتكلموا على الصخور الصهارية. إذا كاع هاد المعلومات غادي نجمعها ونكونوا التعريف ديالنا. إذا التحول هو مجموعة من التغييرات التي تطرأ على الصخرة في حالة صلبة. حيت إلا ولات سائلة غادي نقولوا الصخور ماذا؟ صهارية. وهذه التغييرات تهم التركيب العيداني بمعنى المعادن والبنيوي نتيجة لتعرضها لعوامل التحول. إذا نبدأ مميزات الصخور المتحولة. إذا الفقرة الأولى مميزات الصخور المتحولة، هذه المميزات كالتالي. لدينا المميزات العيدانية. شنو المقصود بالمميزات العيدانية؟ هي المعادن. إذا المعادن اللي غادي نلقاو في واحد الصخرة وغادي نقولوا هاد الصخرة تنتمي للصخور المتحولة، هي معادن لها نفس التركيب الكيميائي في الصيغة الكيميائية عندها ألدو إس إي أو سانك، بمعنى سيليكات الألومين، تنتمي إلى عائلة سيليكات الألومين، فيها الألومنيوم سيليسيوم أو سانك، ألدو إس إي أو سانك. إذا كيف ما كان المعدن غادي نلقى في الصيغة الكيميائية ديالو ال2 اس اي او 5 زائد عناصر اخرى. اذا هذا غادي يكون، ولكن غادي يكون اما زيد الحديد او الكالسيوم على حسب المعادن، ولكن هذا موحد بيناتهم وتنسميهم سيليكات الالومين. المميزات البنيوية، إذا لقينا هذه البنية في واحد الصخرة غادي نسميوها ماذا؟ صخرة متحولة. جوج ديال البنيات اللي ما يمكنش يكونوا إلا في الصخور المتحولة، كاين البنية الأولى الاسم ديالها الشيستية، والبنية الثانية الاسم ديالها الطوريق. إذا تهمنا نعرفوا أشنا هي الشيستية، ثم كيفاش غادي نتوصلوا لها. مثلا في واحد التمرين غادي تعطانا واحد الوثيقة فيها ملاحظة مجهرية لواحد الصخرة وتيقول لك حدد بنية هذه الصخرة. إذا كيفاش أنت غادي توصل تقول راه هذه الشيستية؟ هو اللي غادي نشوفه في الصور التالية. إذا كيفاش ممكن تعرفوا على الشيستية أو لنقولوا هاد الملاحظة المجهرية أو البنية ديال هاد الصخرة الملاحظة بواسطة المجهرية بنية شيستية؟ تلاحظوا بحال وجود طيات، هي طيات صغيرة داخل الصخرة. إذن وجود طيات صغيرة، أشكال ديال الطيات صغيرة داخل الصخرة. إذن والتعريف ديالها هي عبارة عن مجالات ضعف تنفصل الصخرة من خلالها، تتنكسر الصخرة. إذن إلا درنا مسطرة ولا هد فر من هنا ممكن تطيروا الصخرة من هاد الجناب هادو. إذن هي مجالات ضعف تنفصل الصخرة من خلالها. كيفاش ممكن نعرفوها في واحد التمرين؟ ملي تعطانا واحد الملاحظة مجهرية ويبان لنا بحال عندنا الطيات أو طيات صغيرة بهذا الشكل هذا.
اذا غادي نقولوا البنيه الشيستيه، وقولوا لنا اصل الصخره غادي نقولوا الصخره متحوله. علاش؟ لخيت فيها واحد البنيه اللي مميزه. لماذا؟ الصخور المتحوله. اذا هنا عندنا الصخره والمجالات الضعف اللي قلنا اللي ممكن نحيدها بالضفر ديالنا. هادشي علاش تنسميو الشيستيه، هي مجالات ضعف تنفصلوا الصخره من خلالها هذا المجال وهذا المجال وهذا المجال وهذا المجال. اذا الاسم ديال الصخره اللي فيها هذه البنيه تيجي من الشيستيه، تنسميوها الشيست. اذا الشيست هي الصخره اللي البنيه ديالها شيستيه. اذا البنيه التاليه اش تلاحظوا؟ ان هذا المعدن ديال الميكا، الميكا اللي عباره عن البيوتيت مع الكلوريت. اذا في الكليه تنعاود نذكركم اللي درتو الجيولوجي عندكم واحد الشهر تقريبا غدوزوه في لابيتروغرافي وغادي تقراو التصنيف ديال المعادن. اذا ما مطلوبش منكم هنا تعطيو التعريف ديال هاد المعادن. هاد الميكا راه واحد المجموعه ديال المعادن، فيها الميسكوفيت، فيها الكلوريت، فيها البيوتيت. اذا هنا تلقاو نفس المعدن في هاد المجال، ثم الفلدسبات هنا، ثم المرو. اذا اش تلاحظوا هنا؟ توزيع المعادن في مجالات، تنتظم المعادن في مجالات. الفرق بين الرسم اللي شفنا اللي تيهم الشيستيه وهذا الرسم هذا اللي تيهم الطريق، ان المعادن تنتظم في مجالات. اذا بالتالي شنو هو التعريف ديال الطريق؟ هي بنيه تميز واحد مجموعه من الصخور حيث تنتظم المعادن في مجالات. الصخره المميزه بهذه البنيه اللي فيها مجالات ديال كل مجال فيه معدن ما مخلطينش تسمى غنيز. وفي بعض الاحيان تلقاو الميكاشيست. اذا بالنسبه للميكاشيست راه يقبل شيستيه وبدايه الطريق ويقبل كذلك الطريق. اذا هنا غادي ننتقلوا للبنيه ديال ماذا؟ ديال الميكاشيست. اذا عندنا مجال ديال المر، مجال ديال الميكا، ولكن باقي عندنا هذوك الاشكال ديال الطيات باقي هنا. اذا يقبل نقولوا الشيستيه بدايه الطريق، او ممكن نقولوا الطريق. هذه البنيه ديال الميكاشيست. الميكاشيست اذا كملخص، البنيات المميزه للصخور المتحوله جوج ديال الانواع، الشيستيه والطريق. اذا الشيستيه تلقاها في صخره الشيست وممكن كذلك في الميكاشيست. الطريق يهم الجنيز. الشيستيه بدايه الطريق ممكن نلقاها كذلك في الميكاشيست. اذا ننتقل الان للمحور الموالي اللي يمثل عوامل التحول. اذا شكون المسؤول على التحول؟ جوج ديال العوامل، كاين الحراره وكاين الضغط. الحراره ترتفع حسب العمق، نتحدث عن درجه الحراره السعيريه اللي هي ارتفاع درجه الحراره حسب العمق. المصدر ديالها كيف شفنا في الحصص السابقه هو عمليه الانشطار النووي. بالنسبه للضغط تنميزوا جوج الانواع ديال الضغط، كاين الضغط التكتوني والضغط التكتوني. اذا تكلمنا عن الضغط اللي هو جوج الانواع، كاين الضغط التكتوني الناتج عن القوى التكتونيه، وكاين الضغط الصخري الناتج عن كتله الصخور التي تعلو الطبقه. اذا هاد العوامل تدوم ملايين السنين. حنا الان تنشوفوا المفعول ديال التحول. اذا الا بغينا نعرفوا ظروف التحول خصنا واحد الاداه، هاد الاداه اللي غادي من خلالها نتعرفوا على الحراره والضغط السائدين اثناء تشكيل الصخره المتحوله. هاد العوامل منهم المعدن المؤشر. اذا اشنو المقصود بهذا المعدن المؤشر؟ اذا هو معدن يدل على ماذا؟ مؤشر بمعنى يدل على ظروف الحراره والضغط السائدين اثناء تشكل هذا المعدن. اذا اشنا هي هذه المعادن المؤشره وشنو هو الدور ديالها؟ اذا غادي يعطيونا واحد التمرين، واحد مجموعه المعادن المؤشره
وقلنا انطلاقا من هذه الوثيقة أو الجدول حدد الظروف السائدة أثناء تشكيل الصخرة. احنا غادي نشوفوا هذاك المعدن المؤشر ومن خلاله غادي نخرجوا ماذا الظروف السائدة. إذا هذه المعادن المؤشرة كاين واحد المجموعة اللي خاصها تحفظ وراه ساهلين غادي نشوفوهم في المبيان التالي. إذا في المبيان التالي عندنا في محور أفاصيل درجة الحرارة، محور رتيب الضغط راه ممكن يكون مقلوب، وتبقى دائما في محور الأفاصيل كاين عندنا الأندلوسيت، المجال ديال الاستقرار ديالها هو هذا محصور بهذا الخط الأسود، ثم الديستين ثم السليمانيت. باش تلاحظوا هنا بالنسبة للأندلوسيت مرتبطة بدرجة الحرارة، المجال ديالها مفتوح فيما يخص درجة الحرارة. الديستين إلا ارتفعت درجة الحرارة غتغير، إذا المجال عنده مفتوح فيما يخص الضغط، إذا الديستين مرتبط مع الضغط، إذا ترتفع درجة الحرارة تتغير، إذا الديستين يؤشر على ضغط مرتفع، فيما لقيناه في شي صخرة غادي نقولو الديستين معدن مؤشر على الضغط. بالنسبة للأندلوسيت مرتبط بدرجة الحرارة، يتغير الضغط ولو جزئيا، أنت تبدا من هنا من ضغوطات منخفضة إلى متوسطة وحرارة إلى غاية ماذا إلى درنا الإسقاط أكثر من 700 درجة. إذا الأندلسيت إلا لقيناها في واحد الصخرة غادي نقولو تؤشر على حرارة مرتفعة وضغط ضعيف إلى متوسط، لأن هذا هو المجال ديال الإستقرار. أش تعني هذا المجال؟ هذا هو المجال فين غادي نوجد الأندلسيت، نغير كي بغيت في درجة الحرارة ولكن الضغط تيكون ضعيف إلى متوسط، لأن الضغط لحدنا ينغيرو الضغط، إذا هي لا تدل على الضغط، هي مرتبطة بدرجة الحرارة، تؤشر على الحرارة. بالنسبة للديستين عندك الضغط غتغير اللي بغيتي في الضغط، غادي يبقى دايما عندك الديستين في هذا المجال هذا لأنه مفتوح الديستين، ولكن ملي ترتفع درجة الحرارة غادي يتبدل الديستين يولي سيليمانيت. هاد الديستين مع الأندلسيت مع السيليمانيت راه عندهم ماذا؟ عندهم نفس الصيغة الكيميائية وهما سيليكات الألمين، ولكن تختلفوا في البنية ديالتهم. إذا أندلسيت معدن يؤشر إلى حرارة مرتفعة وضغط ضعيف إلى متوسط. بالنسبة للديستين حرارة، غادي نديرو الإسقاط بالنسبة للديستين، ها هي من ضعيفة إلى متوسطة ثم ضغط مرتفع. بالنسبة للسيليمانيت، السيليمانيت حرارة وضغط مرتفع، نعم ملي تبدا ترتفع الحرارة يرتفع الضغط، بمعنى غادي نوجدو السيليمانيت. إذا السيليمانيت إلا لقيناها في واحد الصخرة غادي نقولو خضعات للتحول تحت تأثير عاملين اللي هما الحرارة والضغط. بالنسبة للأندلسيت إلا لقيناها في واحد الصخرة غادي نقولو هاد الصخرة خضعات للتحول تحت تأثير، شنو العامل الكبير هنا؟ هو الحرارة، هو اللي تتغير تاخذ عدة قيم، إذا هو المسؤول على التحول. إذا هي القول الأندلسيت نقولوا أن العامل ديال التحول المهم هو درجة الحرارة. إلا لقينا الديستان تلقاو المجال مفتوح ديال الضغط غادي نقولوا أن عامل التحول هو الضغط. إذا سحنة التحول هي مجال استقرار مجموعة معدنية. إذا هذه الحدود اللي تنشوفوا تتمثل مجال استقرار المجموعة المعدنية أكتينوت، هادو معادن زائد كلوريت. هذا المجال هذا يسمى الشيست الأخضر. إذا أشنو هو الدور ديال هاد السحنة، سحنة التحول؟ تتعطينا ماذا؟ المجال ديال الاستقرار. بهذا الشكل غادي نخرجوا درجة الحرارة، إذا من 100 عفوا هنا الضغط غادي نخرجوه بهذا الشكل هذا بمسطرة، غادي نديرو الإسقاط. إذا قلنا أشنو هو الدور ديال سحنة التحول؟ تيمكننا انطلاقا من واحد صخرة باش نحددو العمق والضغط سائدا أثناء تشكيلها، ممكن نخدمو بالطريقة التالية، ولكن هاد المرة ما تنخرجوش نقطة، تنخرجو مجال. إذا السحنة هنا تتنتهي، إذا تنقولو ما بين 1000 تل 1100 ملي باسكال الضغط. بالنسبة لدرجة الحرارة
اذا بالنسبه للحراره غادي نخرج نحددوا كذلك مجال الحراره الاسقاط على محور الحراره وما غاديش نخرجوا النقطة. اذا انت تعطينا مجال ديال الضغط او العمق ومجال ديال الحراره. اذا هادشي اللي ممكن نخرجوا من سحنه التحول. اذا عندنا هنا في هذا المثال صخره طينيه، طين غني بالالومنيوم الالومين، غادي تحول الى شيست بسيليسيت، ثم ميكاشيست بموسكوفيت، ثم جنايز. هاد الجنايز مع الميكاشيست مع الشيست اللي كان الاصل ديالهم نفس الصخره الطينيه تيتسماو متتاليه تحوليه. اذا شنو هو التعريف ديال المتتاليه التحوليه؟ هو هاد مجموعه ديال الصخور المنبثقه من نفس الصخره الام خاضعه لتحول متزايد. كاين عندنا هنا واحد الملحوظه، كاين نوع اخر ديال التحول اللي هو تحول تراجع عكسي. الى كان انخفاض في ظروف التحول، مثلا عندنا واحد صخره في الغلاف الصخري المحيطي والمنغرز وخضعات للانغراز، بالتالي كان تاثير ديال القوى التكتونيه والعامل ديال التحول تيتمثل في الضغط. لقيتها فاش غادي ترتفع هذيك الصخره غادي ينخفض الضغط، وغادي نتكلموا على تحول تراجعي او عكسي. غادي ننتقلوا الان للتعريف الموالي اللي هو السلسله التحوليه. اذا السلسله التحوليه هي مجموع سحنات التحول المتشكله انطلاقا من نفس الصخره التي تعرضت للتغيرات في الضغط ودرجه الحراره. اذا هذه السلسله التحوليه اشنو هي المعلومه اللي ممكن نخرجوا منها؟ غادي نخرجوا المسار ديال الانتقال ديال واحد الصخره والسلسله التحوليه. غادي نعطي مثال بالوثيقه التاليه. اذا على حساب السحنات ديال التحول ممكن نرسموا الطريق في انتقالات هذه الصخره على هذا الشكل. هذا اذا هنا لقينا السحنات اللي تدل على ارتفاع في الضغط، ثم هنا لقينا السحنه اللي تدل على انخفاض في الضغط. اذا غادي نقولوا راه كان عندنا ماذا؟ ارتفاع في الضغط، ارتفاع ثم من بعد انخفاض. اذا هذا يعني ان هذه الصخره خضعت لاش؟ خضعت التغيير في ظروف التحول. مثلا المثال اللي عطيت اعتمد على الضغط. اذا تنعاود ناكد هنا بالنسبه للسلسله التحوليه اشنو هو الدور ديالها. السلسله التحوليه تترسم لنا المسار ديال واحد الصخره في واحد المنطقه كيف غادي نشوفوا في المبيان التالي. اذا منين تعطانا في واحد الصخره واحد المجموعه ديال السلسلات التحوليه بحال الشيست الازرق، وتنعاودوا نرجعوا للشيست الاخضر. اذا اش تلاحظوا هنا؟ انطلاقا من الصخره الام الى الشيست الاخضر عندنا ارتفاع في الضغط، غادي نتكلموا على تحول تزايدي. من هاد الشيست الازرق باش نرجعوا للشيست الاخضر عندنا ماذا؟ انخفاض في الضغط، غادي نتكلموا على تحول تراجعي. اذا هنا من خلال هاد السلسله التحوليه يعطيونا هاد جوج سلسله، قولوا هذه هي الاولى ثم من بعد لاحظنا هذه الثانيه. اذا ترسموا المسار، هو هذا اللي مرسوم عندنا المسار ديال هذه الصخره. اذا كانت منغرزه ثم عاود رجعت للسطح، نفس الشيء اللي عندنا هنا باللون الاحمر. اذا مشي الاخضر دزنا السحنات الانفيبوليتات. اذا هنا غادي نتكلموا على سلسله تحوليه. اذا غادي نتكلموا على ماذا في هذا الاتجاه؟ تحول تزايدي. ثم ملي رجعنا في هذا الاتجاه هذا، اذا انخفضت ماذا؟ تتنخفض درجه الحراره وانخفض الضغط، بالتالي غادي نتكلموا على تحول تراجعي. وممكن كذلك نخرجوا حتى التموضع اللي كانت فيه هذه الصخره، فين وصلت؟ لقيتها فاش تكونات فيها السلسلة الانفيبوليتات. تنحددوا العمق او الضغط او حتى درجة الحرارة بالاسقاط سائدين اثناء تشكيل هذه السحنة، ثم كيفاش تصبح الضغط ودرجة الحرارة
أثناء تشكيل السحنة الموالية. إذن كملخص، فالسلسلة التحولية تتختزل الظروف اللي خضعت لها واحد الصخرة. إذن إلا في واحد الصخرة مثلا لقينا الشيست الأزرق ثم رجعنا للشيست الأخضر، إذن الظروف الضغط والحرارة ثم الانتقال حركة هذه الصخرة. نفس الشيء اللي ممكن نقوله هنا، دزنا من الشيس الأخضر في واحد الصخرة مثلا لقينا سحنة الشيس الأخضر وتبعها الأنفيبوليتات ثم رجعنا للشيس الأخضر. إذن من هاد التوالي هاد السحونات ممكن نستخرجوا ماذا؟ الضغط والحرارة السائدين ثم تموضع أو حركة انتقال هذه الصخرة. إذن التحول وعلاقته بدينامية الصفائح. تحول في مناطق التمر، اشنو هما انواع التحول اللي غادي نلقاو في مناطق التمر؟ غادي نلقاو تحول تحت تاثير الضغط، غادي نسميه التحول دينامي، وهذه ميزه غادي نضيفوها لاش الصخور الناتجه عن ظاهره التمر او السلاسل الجبليه الناتجه عن ظاهره التمر، غادي نزيدوا الصخور منتميه لماذا؟ التحول الدينامي. ثم على صعيد القارة في مناطق التمر دائما غادي نوجدوا تحول حراري على صعيد الغلاف الصخري القاري مع تشكيل هالة التحول او صخور هالية. إذن في مناطق التمر او سلاسل التمر غادي نلقاو تحول دينامي تتميز بوجود شيست اخضر شيست ازرق وإيكولوجيت. إذا إلى لقينا في المفتاح ديال واحد الخريطة ولا مقطع جيولوجي لقينا الشيست الأخضر الشيست أزرق إيكولوجيت، غادي نقولوا منطقة، منطقة ماذا؟ منطقة التمر. لماذا؟ لوجود مميزات التحول الذي يميز منطقة التمر. إذا تنعقلوا بالطريقة التالية، شتي منين لقاو الألوان في التحول لقاو الصخور وبها الألوان شيست أخضر شيست أزرق، هذا يعني انه منطقة ماذا؟ منطقة التمر، لانه الغلاف الصخري المحيطي هو اللي فيه الالوان، الصخور ديالو فيها الالوان، هادشي علاش حتى التحول ديالو تيعطي الوان. ثم في القارة بالقرب من الغرفة الصهارية غادي نوجدوا ماذا؟ هالة ديال التحول، سواء هنا ولا هنا، نلقاو الاندلسيت شيست به الاندلسيت. اذا إذا لقينا شيست به أندلسيت بمعنى راه كاين عندنا تحول بالقرب من ماذا؟ من صهارة. ثم شيست أخضر شيست أزرق إيكولوجيت بمعنى المنطقة، منطقة ماذا؟ منطقة التمر. والتحول يسمى هنا في هذا الغلاف الصخري يخضع للتحول الدينامي تحت تأثير الضغط، لأن هذا الغلاف الصخري يخضع لضغط التكتوني وضغط الكتلة القارية. في مناطق الاصطدام، في مناطق الاصطدام عندنا تحول دينامي حراري. إذن عوامل التحول جوج، الحرارة والضغط، وتنتكلموا على تحول إقليمي. أشنا هي الصخرة اللي غادي نلقاو في هذه المنطقة؟ تلقاو صخرة جنايز وهي الصخرة المميزة. إذن من الآن من هذه المعطيات اللي شفنا ممكن نكملوا الخصائص، لأن هذو كاع دروس متصلة، الخصائص ديال السلاسل الجبلية الحديثة. هنا وصلنا للتحول، التحول في مناطق التمر، بالتالي هذا الشيء اللي عرفناه في مناطق التمر غادي نضيفوه لاش المعلومات اللي عرفناه في سلاسل أو الخاصيات المميزات ديال سلاسل ماذا؟ التمر. بمعنى إلى لقينا هذه السلسلة ديال المعادن الدستان بجادي جدايد، غادي نقولوا أنا منطقة تعرفوا التمر وأن السلسلة سلسلة التمر. إلى لقينا السليمانيت غادي نقول أنا منطقة تعرف اصطدام والسلسلة سلسلة الاصطدام. إذن اللي نبغي نشير ليه هو هاد الدروس راه متكاملة مرتبطة فيما بينها، بمعنى أنه راه بدينا بالسلاسل الجبلية وخصنا في مختلف الدروس نجمعوا المعايير اللي بتسمح لنا باش نحددوا واحد نوعية السلسلة الجبلية. إذا خدينا التشوهات التكتونية من بعد التحول، إذن كل نوع من انواع السلاسل الجبليه اللي شفنا كاين مميزات سواء في التشوه التكتوني او نوعيه التحول كيف شفنا هنا. غادي نطرحوا سؤال
بالنسبه لسلاسل الطفو واش كاين شي تحول اللي هو مميز لها؟ لا ما كاينش، لانه ما كاينش ارتفاع كبير في درجه الحراره. كاين عندنا هذيك السديمه ديال الافيوليت اللي تطلع فوق ماذا؟ فوق الغلاف الصخري القاري. ولا لقينا واحد مؤشرات للتحول مثلا ديال التمر، هذا تيدل على مراحل تشكيل السلسله، ماشي تيشهد على نوعيه السلسله. اذا في نهايه حصه اليوم تنذكركم بعنوان القناه اللي هو قناه علوم الحياه والارض للجميع، والعنوان ديال الفيسبوك اللي هو عبد الرحمن مزان. غادي نوضع فيه واحد تمرين تيهمز الجيولوجي، وغادي نخدموه في واحد الحصه غادي نعلن عليها قريبا ان شاء الله. غادي نخدموه مع الجروب ديال الواتساب، غادي تخدم بشكل مباشر. اذا الجروب ديال الواتساب الرقم التالي، اذا التواصل عبر جروب واتساب. اذا ما تنساوش هاي الاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. الى اللقاء في الحصة المقبله.